ومؤتمرنا الوطني الجمهوري في ميلواكي ويوم الخميس كان شرف كبير لي أن أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وكنت أقول في 2016 وعنيت ذلك وأنا أعني هذا الأمر أكثر، هذا البلد ذهب في اتجاه خاطئ، نحن أمة فاشلة فعلا، وهذه الانتخابات ستكون الأهم في تاريخ بلدنا، ستكون الأهم فعلا، لا يمكن أن نسمح بأن يتم الغش فيها أو التزوير فيها، لأن هناك أشياء يمكن أن أفعلها وستكون أسهل. بطبيعة الحال يسهل لي أن أكون في شاطئ فخم أو في مكان مريح كنادي للغولف، تعرفون أن هذا أريح لي.